دشر وزير التربية والتعليم طارق العكباري بالعاصمة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي للعام الدراسي الحالي، وطاف وزير التربية في القاعة المخصصة لأداء الامتحانات بالمركز الامتحاني بثانوية محيزر للبنات وثانوية مارب للبنين، مستمعا من مدير مكتب التربية بعدن الدكتورة نوال جواد على مستوى الإعداد وتهيئة العملية الامتحانية ومدى توفر الأجواء الملائمة لها للطلاب داخل مراكز الامتحان بما يضمن أدائها بسهولة ويسر. شيء يسعدنا جميعا، ونؤكد هنا في هذه اللحظات أيضا على أولياء الأمور على أن يحثوا أبنائهم الطلاب أيضا وعلى كادر والقطاعات التربوية والتعليمية على تهيئة هذه الأجواء لسير العملية الاختبارية، وأيضا جدير بالشكر في هذه اللحظة الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في المحافظات، جهود طيبة حقيقة وساهمت في وساعدت وزارة التربية والتعليم على تهيئة هذه الأجواء.